بالنسبة لهذه الوقفة التضامنية هي من أجل مناصرة يعني الحق الشرعي لمجموعة من رؤساء الشعب ورؤساء الوحدات منها علم الاجتماع والإسبانية والإنجليزية. هذا الحرب هو مشن يعني شنها إدارة الكلية والسيد العميد، وهذه هي ليست أول مرة، بحيث أن مجموعة من الأساتذة كيعانيوا من هذه المضايقات يعني، وهذا يمس بالبحث العلمي. فإذا أردنا للطلبة أنهم يلقوا الجو طبيعي من أجل يعني أن يكون البحث العلمي متميزا، وحنا عندنا هذا الإكراه يعني في بلادنا من أجل لأن الميزانية ضعيفة اللي كترصد البحث العلمي، ونزيد نضايقوا على الأساتذة الجامعيين مع العلم أننا عندنا قلة الأساتذة الجامعيين والدكاترة، وحنا في حاجة لهم، وحنا كنضايقوهم وتندفعوا بهم من أجل الزج بهم إلى التقاعد النسبي وإلى التقاعد يعني من أجل أن يعني يكون يعني لأنهم فقط يختلفون مع السيد العميد يعني في رأيه. بالإشارة كذلك أن سنوات الجمر لقد مرت وما بقاش تراجعات، فإذا راه ما يمكنناش عندناش خط الرجعة أننا نديروا التضييق على الأمازيغ. راه هادو كلهم الناس، هاد الرؤساء الرؤساء ديال الشعب كلهم أمازيغ يعني، بالإضافة إلى هناك تمييز ضد السيدة أمينة يمنى قيراط لأنها يعني سيدة ترشحات فقط نائبة العميد، واختلفت مع السيد العميد يعني بغى يقصيها لأن ما يمكنش أنها ما عندهاش الحق ترشح. حنا راه كنطالبوا بالدستور أن لكان عميد رجل، نائبة العميد يجب أن تكون سيدة، باش يمكن كنا نطبقوا الفصل 19 من الدستور. بالاضافه الى ان الدكتور مصطفى اوزير رئيس الشعبه الاسبانيه كيخلق واحد الدبلوماسيه هائله، نعترف بها كبرلمانيين، وكنعترفوا بها كمجتمع مدني، وكنعترفوا بها كحقوقيين من اجل الدفاع عن قضيه الوحده الترابيه. سيد العميد كتقول له هز البوست ديالك وسير، واش الكليه هي معمل ديالك خاص؟ سمح لي السيد العميد، راه ما عندكش الحق باش تعامل مع الاساتذه بهذا المستوى اللي هو هزيل جدا. راه كليه الاداب والعلوم الانسانيه كانوا منها اكبر الخريجين في العالم، وهما اللي كيعطيو يعني المثال. فاذا ما يمكنش اننا نبداو نسميو الاساتذه السراع، حشومه في محاضر رسميه يتقال الاستاذ جامعي السارح. فاذا كل تضامن كل تضامن كل تضامن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.